ورجعنا بعد الفاصل، والنهارده معانا فقره مميزه جدا. الفقره اللي معانا فنان تشكيل والدته، طفل معجزه، طفل مبدع بكل مقاييس الرسم، فنان تشكيلي وفنان في الرسم. هنتعرف عليه وهيكلمنا عن نفسه اكتر ووالدته معاه. نتعرف بالفنان التشكيلي والطفل الجميل محمد محمود. ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ ووالدته استاذه شيماء. ازيك حضرتك؟ اهلا بحضرتك. في البدايه كلمونا، عايز اتكلم ازاي اكتشفتوا موهبه محمد؟ يعني محمد كرسم كطفل، احنا هنعرض الرسومات من خلال حلقتنا. رسومات يعني شفتها اعجبت بيها، ده مش طفل عنده 7 سنين بيرسمها. ازاي بدا موهبته او اكتشفت موهبته؟ هو عنده 4 سنين بدا موهبه الرسم عنده، كنت بنزله كورسات. فبدات المدرسه تلاحظ ان هو يعني موهوب عن اللي في سنه او اللي معاه. فقعد فتره ما شاء الله بهتم بالرسم بتاعه، وبجيب له رسومات وبجيب له ادوات الرسم كلها، وبجيب له حاجات فيديوهات من على اليوتيوب، بيقلد كل حاجه، اي رسم موجود بيقلده. فبدا دلوقتي محمد، ما بدا بقيت الموضوع فعلا بيزيد معاه، الاهتمام بتاع الرسم بدا يزيد معاه. بدات اجيب له مدرس، فتره كورونا بقى بدات اجيب له مدرس برايفت في البيت، مستر احمد رجب، هو مدرس عنده في مدرسه الفورير. لاحظ برضو محمد اللي هو عنده موهبه الرسم، بدا يهتم بيه وبيهتم اللي هو ملاحظ اللي هو فعلا موهوب وعنده حاجه، اللي هو قال بيقول لي الشغل اللي انا بشتغله لمحمد ما شاء الله، هو بيدرسه سابق سنه، سابق سنه بيدرسه اصلا للكليات، هو اصلا بيدرس المنهج ده في اللي هم الكبار في السن، الكلام ده كله. فالحمد لله بهتم بيه من ناحيه بجيب له الحاجات الخاصه بيه دوت، لدرجه ان انا مثلا محمد برده صغير وبيتحرك، ما بحب ما اكون خارجه بيه النادي او حاجه عشان اخليه يسكت ما يتحركش كتير، اخد له حاجه الرسم بتاعه يرسم اللي هو يقعد يرسم، ما بيزهقش ابدا. ما بيزهقش ابدا من الرسم. هو ده موهبته اللي هو بيحبها، الرسم. تحب الرسم يا محمد؟ ايه اللي حاببك الرسم يا محمد؟ تحب ترسم والالوان والكلام ده كله؟ تحب الالوان؟ ايه اكتر الالوان بتحبها بقى؟ البرتقالي والاخضر والاسود والاحمر وكمان الاخضر، كل دي الوان بتحبها؟ جميله يا محمد والله. هنتكلم كده، هنعرض رسومات محمد. مشاهدينا الاعزاء، هنعرض لكم رسومات محمد، وانتوا هتقرروا ان ده مش طفل بيرسم الرسومات دي، لا ده فنان. هنعرضها لكم وهنتكلم عن كل رسمه. تمام، عمال ما تجهز. طب هنتكلم عمال ما تجهز، ازاي قدرته يعني محمد، ايه اللي بيشجعه او بيخليه يكمل الرسم؟ حبه للرسم طبعا. حبه اللي هو دلوقتي انا، هو كان بيرسم، كنت كل شويه اقول له انا عاوزك تبقى فنان كبير. فعلا اي رسمه بقول له يا محمد الرسمه دي صعبه عليك، يقول لا ما فيش حاجه صعبه على على عليا يا ماما. حط يعني خلي دخلته في دماغه اللي هو انت فنان، انت هفتح لك معرض قريب، لدرجه اللي في البيت كان عندي عامل لي معرض في البيت. يعني الرسومات ايه زي ما عروضه الرسومات، نعرض الرسومات الاول. دي رسومات من رسومات محمد، ارد رسومات اهي، ثبت بقى، ثبت كده نشوفها زي مع بعضينا. نرجع خطوة ثانية ورا، ايوه نثبت بقى. دي الرسمة، رسمتك يا محمد. بتاخد قد ايه من الرسومات بقى يعني كوقت؟ ايه؟ بتاخد منك قد ايه؟ وقت قليل، ما بياخدش وقت كبير، بس كل مدى الوقت بيقل. يعني مش كل مش كل أول مرة أكتر، كل طبعا حسب الممارسة. يعني مش أول مرة زي آخر مرة، زي كل مرة بيقل الوقت بتاع، وعلى حسب كل رسمة، وعلى حسب برضو الرسمة فيها شغل قد ايه. تمام، نعرض الرسمة اللي بعديها. ايوه دي، بس نثبت بقى. دي غروب الشمس. طبعا. لا دي انا شفتها تحفه، دي لوحه يعني مش رسمه، لا دي لوحه. رايك في الرسمه يا محمد؟ جات لك ازاي الفكره يا محمد؟ هو جات له ازاي الفكره عشان ترسمها؟ عملت كده حاجه زي مثلث، وعملت كده حاجه كده عشب، وعملت نخله كبيره. نخله كبيره، ايوه. بعدين عملت مركب، بعدين بقى خلصت بقى مع التنون، وبعد كده لون الرسمه. طب ازاي دمج الالوان؟ انا شايف دمج جميل جدا بين الاحمر والبرتقالي والاصفر. هو طبعا بمساعده المدرس بتاعه، هو استحاله محمد يقدر يرسم يدمج الالوان، هو كان متعلمش.
طبعا لازم يتعلم عشان يقدر يطلعها بالكفاءه دي. جميل. الرسمه اللي بعديها دي محمد، كلمنا عنها يا محمد. دي اسماك، ورسمت اللي هي اللي بتبقى في البحر اللي هي اسمها مرجان البحر والعشاء. مرجان البحر تقريبا. اسمها مرجان البحر. بعدين بقى لونت الرسمه. جميل. الرسمه اللي بعديها دي برضو اهي يا محمد. ايه الجمال ده يا محمد؟ ايه الجمال ده؟ شكرا شكرا. كلمي ورقه على الرسمه يا محمد. انا رسمت كده شكره ورسمتها بالاسود، ورسمت فيله، ورسمت طائر ورس الشمس، طائر البحر، ورسمت كمان الشمس، ورسمت اللي هي العشب، وكمان السحاب. ده فيديو هنشوفه لمحمد مع بعضينا كده كلنا وهو بيرسم. كلمينا هو الفيديو شغال كده، الرسمه ايه اللي بيرسمها، او الرسمه اللي هتطلع ايه، وده امتى؟ الفيديو دوت كان بيرسم فيه كنت برسم. فكرني يا محمد انهي رسمه دي؟ مش عارف. لانه عنده فيديوهات وعنده عامله له فيديوهات كتير، فانا ببقى مش متذكره. طب نجيب لقطه من الاخر كده نشوف باقي الرسمه وبعد كده نشغله. وممكن برضو انا معايا رسومات برضو هنا. تمام، تفضل ممكن نعرضها برضو لغايه ما يجهز هي نفسها الفيديو. تقريبا هو ده الفيديو يا محمد. هو ده الفيديو. هو ده الفيديو بتاع الرسمه، بتاع الرسمه دي حضرتك. دي رسمه محمد. ودي نعم، ثواني واحده واحده ما ياخدها. دي يا محمد كلمنا عنها كده، اتكلم عن الرسمه دي. دي شاطئ. وده شقره، ودي بنت وولد قاعدين على كرسي. شكلهم مخاصمين بعض. وده ولد وولد قاعدين جنب بعض. وراسم كده اللي اسمه ده الجبال. والبحر والطائر. والطائر يا محمد. والطائر والبحر والسماء. هو الفيديو شغال اللي هو بتاع الرسمه زي ما انتم شايفينها، دي النهائي الرسمه الفيديو اهو. ايه الفكره اللي جت لحضرتك انك تصوري له فيديو وهو بيرسم؟ انا طبعا في ناس كتير مستغربه اللي سن محمد صغير، صغير جدا. يقدر يرسم او يطلع الرسومات دي. الرسومات دي فقررت ان انا اصوره وهو بيرسم عشان يعني الناس فعلا تعرف اللي هو محمد وهو اللي رسم الرسمه ديت. وتاني حاجه هو كتب عنه الفيديوهات دي والحاجات دي، كتب عنه مقالات الناس عرفت اللي هو فعلا في جرايد. في جرايد فعلا كتب عنه الاستاذه سمر صحفيه في جريده الوطن. كتبت عنه مقال بعنوان محمد ضد الكسر، والاستاذه عبير عبد السلام كتبت عنه مقال في حكايه وطن بعنوان محمد محمود بيكاسو مصر، والاستاذ عبد الستار الصحفي كتب مقال في مواهب بلدنا عن محمد. عن موهبه محمد. جميل ما شاء الله يا محمد، لا انت ليك مستقبل باهر. جميل جدا يا محمد والله على رسوماتك الجميله دي. هل محمد شارك في معارض رسومات او الكلام ده كله؟ شاركنا في معرض لمسات. المعرض معرض لمسات المصري الافريقي، حصل اتكرم وخد شهاده تقدير واصبح من ضمن الفنانين التشكيليين الكبار. وفعلا معايا رقم اسم الفنان التشكيلي محمد محمود محفوظ. اتفضل حضرتك. ده محمد، دي شهادة تقدير تكريم حضرتك حالا. اي شهادة معروضة. شهادة تقدير اتفضل. دي شهادة تقدير محمد، وده حاصل عليها من لمسات. لمسات المصري الافريقي، ملتقى لمسات المصري. نعرض الشهادة على الشاشة. واصبح من ضمن الفنانين التشكيليين الكبار. محمد اسمه من اسماء المشاركين، اللي هو ملتقى المصري الافريقي. او دي شهاده اللي هي حاصل عليها على الشاشه هنا ظهر لنا. اجيبها بس بعد اذنك. ايوه دي الشهاده اللي حصل عليها محمد رغم صغر سنه 7 سنين ما شاء الله، واخد شهاده كبيره من لمسات والملتقى المصري الافريقي. دي حاجه كبيره جدا كطفل 7 سنين، حاجه كبيره جدا. وبسنك ده
انت ليك مستقبل باهر في الرسومات لو كملت على كده. انت انا متوقع لو هشارك في اكبر المعارض ما شاء الله عليك. شاركنا برضو المعرض دوت عمل برضو معرض كان مفتتح امبارح ملحق بمزاد فشاركنا برضو بصوره اللوحه لمحمد وعرضناها وان شاء الله يعني اخر الاسبوع هنعرف في ده باذن الله. انا متوقع ليها هتاخد اعلى حاجه باذن الله ان شاء الله ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله. هل محمد بقى يكمل دراسته كدراسه عاديه ولا يدخل الاكاديميه مخصصه للفن والتشكيل والرسومات التشكيليه والكلام ده كله؟ هو بيدرس مدرسه خاصه في الفورير بيهتموا طبعا بالرسومات بالرسم والمواهب والحاجات دي. تاني حاجه انا بابا عاوز طبعا يكمل له تعليمه ويكمل تعليمه بره ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. تاني حاجه في ناس كتير عرضت عليه يفتح معارض يعني تعمل له معارض مشكورين كتير كلموني فعلا ان هم يساعدوا محمد ويفتحوا له معرض خاص بيه وكده يعرض فيه الرسومات بتاعه. محمد بقى كلمة عايزينك تتكلم كده شويه. محمد عامل الاول ايه عامل ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. تحب الرسومات بتاعتك حد يشوفها يا محمد حد يقول لك رايه؟ طب المدرسين بتوعك لما بيعلموك بيقول لك ايه؟ بيشكروك فيك ايه؟ بيخلوك تطور من نفسك ازاي؟ المس اخر مره قالت لك ايه؟ المس قالت لي شاطر وقالت لك انت ايه فنان؟ وقالت لي فنان وقالت لي كمان مرفع عليك. المدرسين بينادوك في المدرسه بالفنان الفنان محمد واصحابه برضو بداوا يعني بينادوا عليه بالفنان محمد. جميل جدا. نعرض الفيديو بقى والرسمه كده نتفرج عليه كلنا سوا. الفيديو بيرسم محمد تمام. عمال ما يجهزوه. الملتقى الافريقي هل هيشارك تاني في معارض جايه ليه؟ في معرض حضرتك انا قلت لحضرتك اللي هو ده في معارض تانيه بعدين؟ في معارض كتيره جدا اي مشاركه احنا بيبلغونا عشان محمد برضو ما عارفين محمد فبيبلغونا عشان هو عارفين رسمه وعارفين اللي هو عشان يشارك برسمه معينه او في مين المدرسين؟ او الاساتذه اللي هم طوروا منه وشجعوه. عايز تقول ايه يا محمد؟ مس ساره ومستر محمد مستر احمد رجب مستر احمد رجب ومحمد الازهري اللي هو الاستاذ محمد الازهري دوت كان حضرته كان استضافنا في الاتيليه في الزمالك في المرسم بتاعه في الزمالك هو اكبر فنان تشكيلي حصل على الجائزه التشجيعيه استضافنا في المرسم في الزمالك فمحمد شارك رسم معايا لوحه في المرسم وخدها معاه وهو ماشي كان مبسوط محمد كمان جدا. محمد كده كتير ما شاء الله الحمد لله فبجد شخصيه محترمه جدا الاستاذ محمد الازهري شجع محمد ومحمد بيعتبره المثل الاعلى. الفيديو جاهز يا شباب؟ ماشي ماشي لا ما ينفعش ماشي خلاص بس هحاول معايا. نتكلم بقى هل محمد ليه طموح تانيه غير الرسم او ليه موهبه تانيه غير الرسم؟ مفيش حاجه عنده خالص غير الرسم هي موهبه الرسم اللي شغله التفكير شغله التفكير كله. محمد بتحب حاجه بتحب الكوره؟ لا لا تحب الكوره ولا لا؟ لا تحبش كوره؟ لا تحبش خالص؟ انا بس بلعب بيها. طب بتشجع ايه اهلي ولا الزمالك؟ اهلي. اهلي حبيبي يا محمد حبيبي انت منورني النهارده يا محمد ربنا يخليك. حضرتك اكيد في مدرسين وناس ساعدوه وشجعوه حضرتك توجه لهم كلمه ايه او ايه من الاساتذه اللي شجعوه؟ مس ساره اول استاذ اول مدرسه محمد يشتغل معها رسم كنا بناخد كورس عندها ده اول استاذه يعني عرفت موهبه محمد. ثاني حاجه الاستاذ مستر محمد احمد رجب مدرس في الفورير. ثالث حاجه الناس بقى اللي عاوزين يفتحوا له معارض وكده الاستاذه ابتسام محمد هي رئيسه ملتقى الابداع الفني والدولي اللي عاوز تعمل معرض خاص بمحمد ورئيس محمد رئيس ربنا يخليه ورئيس رابطه فنانين العالم والاستاذه سميره السوري المسؤوله عن تنظيم المعرض والاستاذه سمر الصحفيه في جريده الوطن والاستاذه عبير عبد السلام الصحفيه الكاتبه في حكايه وطن اللي كتبت له مقال في حكايه الوطن كل دولت ما شاء الله ساعدونا كتير وناس كتير جدا انا ممكن اكون ناسيهم فعلا ومش عاوزاهم يزعلوا مني بصراحه لان كتير جدا عرضوا ان هم يفتحوا معارض لمحمد الصبي بشكرهم كلهم بصراحه يعني. ولا يستاهل فعلا الفيديو نعرضه بقى ونفرج عليه كلنا عايزين نفرج عليه بقى الفيديو الاولاني
دلوقتي. في رسومات تانية يا محمد؟ ايوه في رسومات كتير. اتفضل حضرتك. اول الفيديو هنفرج عليه ونعرض الرسومات. محمد ما تتحركش يا محمد. اتفرج يا محمد انت اهو. نفس الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه وفي فيديو تاني برضو. تمام. محمد ايه الالوان اللي بيستخدمها في الرسومات بتاعته بقى؟ ايه الانواع الالوان؟ الوان هي اسماء الوان ميه، هو ما بيستخدمش غير الوان ميه، بيستخدم برضو والوان شمع برضو. اه المستر كان ادربه على الوان الشمع وبيستخدم الوان الميه. الوان الزيت. الوان الزيت كمان بيستخدمها مع مستر، مع الاستاذ محمد الازهري. وانا بستخدم الوان الميه في ال اه ده الوان الميه اللي بيستخدمها في البيت. اما الوان الزيت ما استخدمهاش خالص غير عند عند الاستاذ محمد الازهري في الاتيلي بتاعه. الاتيلي. نعرض بقى الرسومات، تقديم رسومات من رسومات محمد. محمد كلمنا عن الرسمه دي. دي شجره. انا مش عارف شجره. هي شجره. شجره هي اصفر كده برتقال. في الخريف. وبيت وفي كده عشبه فوقها. وفي كده شجره. لكنها عاملة زي الكريسماس. اه وفي عشب وطائر اهو. ايه؟ وطائر. وطائر. وفي كده خلاص، هو كده لونا الرسمة. تمام؟ تمام. الرسمة اللي بعديها. اتفضل حضرتك. دي رسمة من رسمة محمد. كلمنا عن الرسمة يا محمد. ده طائر مش عارف هو ايه. طائر البجع. مش عارف، ما تقولش مش عارف عشان انت عارف كل حاجه. طائر البجع. مش عارف ده طائر البجع. بجع. طائر بجع. وفي طائر بجع بيطير. وفي كمان الشمس. الشمس وغروب الشمس. منظر غروب الشمس. ولو انتهى. جميل. الرسمه اللي بعديها دي لو انتهى. دي بقى صياد. ايه صياد بيصطاد اهوت يا محمد. صياد. هو نظر بس عشان هو نظر ضعيف. اتفضل يا محمد. كده تمام. لا خلاص اقعد بقى يا محمد. تعالى يا محمد تعالى. تعالى بكرسي. تعالى بكرسي. اثبت اثبت. استنى. تعالى بكرسي. تعالى يا محمد. تعالى. تعالى. تعالى كده جنبي. تعالى. تعالى. نتكلم رسمه رسمه. تعالى يا محمد. دي شوف اتكلمنا عن الرسمه. ده ولد. ومعاه طفل. وبيصطاد. وده قاعد كده على حاجه كده. هو في عش. بيصطاد من النيل. والبحر. ماشي. وفي كده غروب الشمس وشجر. وفي كمان اللي هي العشب. جميل. في رسمه تانية؟ هو بس عشان نظره ضعيف لانه بيعتمد على في الرؤيه على عين واحده بس. بس ما شاء الله عليك يا محمد. ربنا يخليك. ابدعت والله. ربنا يخليك. ايه الجمال ده بس؟ شكرا. قول لي بس يا محمد ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نقول شكرا. ما شاء الله عليك يا محمد. لا محمد فعلا موهبه تستحق كل الدعم وكل يعني المساعده انه يطور منه نفسه اكتر واكتر ان شاء الله. يعني محمد ما شاء الله عليه من رسوماته زي ما انتم شايفين. هو فاتح لي معرض في البيت والله. احنا عاوزين نفتح له بقى معرض قريب. لا احنا نفتح له المعرض هنا خلاص. لانه عامل لي الشقه كلها بيعرض فيها الرسم بتاعه ومخلي لي الشقه ما شاء الله. محمد معارض. بص يا محمد مش هتصور مع رسم ايدك. امسك الرسم. بص الكاميرا اهي الكاميرا هنا. لا اثبت يا محمد. لو كنا نعرف كده كان رسم لنا رسمه جميله كده والله هنا على الهوا ان شاء الله. خلاص خلاص يا محمد صورت. صورت. طيب. محمد اكتشفته موهبته من كام سنه؟ هو عنده اربع سنين. اربع سنين. اربع سنين وبدا يطور من نفسه. يعني اول ما اكتشفت موهبته بداتوا ايه تجيبوا مدرس ولا ايه؟ بدات نزلت كورسات بره وبعد كده بدات اجيب له مدرس في البيت بقى ما لقيت الموضوع اللي هو مهتم فعلا او بيحب الرسم. ثواني يا محمد بعد اذنك. عايز تتكلم؟ هنتكلم بس ما تخلص. وجبت له بجيب له بقى حاجه الرسم الخاصه بالرسم بتاعه
ما شاء الله. هو كان عندي مشكله في الاول، هو كل صفحه كان بيرسم لي فيها جزء كده، فكان ما شاء الله بيخلص لي الكراريس رسم بطريقه ما شاء الله بسرعه. ايوه فما شاء الله بجيب له الحاجه الخاصه بيه في الرسم، بجيب له فيديوهات على اليوتيوب، بجيب له ويتفرج ويطور من نفسه، بجيب له كراريس رسم خاصه بالاطفال التلوين على قد كل مستوى، بنزله المستوى الخاص بيه لحد ما وصل لمستوى كويس. ودلوقتي بيقول لي ما شاء الله اي رسمه برسمها مفيش حاجه اسمها صعب عليا يا ماما، كل مفيش حاجه تبقى صعبه على الفنان، لازم كي. انا حطيت في دماغه اللي هو فنان كبير لازم ترسم، لازم تركز في الرسم، لازم ان شاء الله قريب هفتح لك معرض. فبدا يحط في دماغه او يقنع او يديله ثقه بنفسه، وحط في دماغه خلاص ان انا فنان كبير خلاص، اللي هو اي رسم متمكن منها اللي هو هيرسمها هيعرف يرسمها مش هتقف قصاده وكده. عايز تقولي بقى يا محمد؟ عايز تقولي؟ كنت عايز تقولي ان انا اوصل روح الحمام. ماشي، نشكرك يا محمد، بشكر حضرتك جدا انك منورانا بجد. محمد ليه مستقبل كبير من غير مجامله ولا اي حاجه، كفايه الرسومات والابداع اللي هو فيه. ابشكركم على تواجدكم معايا، وانت يا محمد فنان بين الكلمات، بطلق عليه لقب فنان بين الكلمات وفنان بيكاسو مصر باذن الله. محمد محمود بيكاسو مصر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بعد كذا سنه محمد يجي معايا وهو فنان كبير ووصل للعمليه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. محمد بشكركم جدا، كنت منوريني، وده كان ختام حلقتنا. بشكر طبعا استاذه شيماء ووالده محمد، وبشكر محمد طبعا على ابداعه، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من البرنامج بين الكلمات. يلا بين الكلمات، اعمل معايا كده، اعمل معايا كده، يلا بصبعك بصبعك بين الكلمات. مع السلامه. شكرا لحضرتك.